The pharmacological, the pharmacological actions of benzodiazepines and the therapeutic uses. First, sedation and hypnosis. Last lecture, we discussed this topic that it is used to treat insomnia. Uh, the BZD are preferred to drugs to treat insomnia because they have wide therapeutic index. They cause minimal respiratory depression. They are less likely to cause tolerance and dependence when compared to barbiturates. They have no enzyme-inducing properties, so less drug interactions. They have specific BZD receptor antagonists, which is flumazenil, that is used to reverse the effects of BZD overdose. Anticonvulsant, diazepam or larazibam uh it could be used as anticonvulsant agents. Um, they use intravenously to treat uh, the life-threatening seizures in status epilepticus or ticinus or drug-induced convulsions. Clonazepam is used to treat uh, the absence seizures. It is a type of seizures that cause um, a lapse in awareness. Uh, it is brief, uh, short in duration. Clonazepam is used to treat it as diagnostic uh, procedures or diagnostic usage, uh, uses and endoscopies uh, and minor operative surgeries or procedures intravenous BZDs are used because of their sedative amnestic analgesic and muscle relaxant properties yani lanno home sedative بروبرتيز أمنيستيك بانالجيزكس ما بتخلي المريض يتذكر uh, شو صار معاه خلال البروسيجر او الاندوسكوبي اند مصر ريلاكس بروبرتيز بتسهل الاندوسكوبي هلا بامنيزيا كوز باي بي دي بنعرف عندنا تو تايبس اوف امنيزيا عندنا الانتيرو جريد امنيزيا which is a loss of memory Uh, for coming uh, or events occurring forwards in time عكس الريتروجريد امنيزيا اللي بيصير فيها لوس للميموريز اللي اللي كانت من زمان نتيجه مثلا uh, حادث او برين انجري الأمنيزيا أو الأنتيرو جريد أمنيزيا اللي بتصير مع البيز دي قد تكون إلها فائدتين، أول شيء آه إنها ممكن تكون جيدة أو صفة محمودة في البيز إنها ما بتخلي المريض يتذكر ميموريز مش لطيفة أو آه آه غير آه جيدة خلال العملية، آه ممكن قد تكون آه صعبة عليه يتذكرها، فمن الجيد إنه ما يتذكر ظروف العملية وظروف البروسيجر اللي صارت أو الألم اللي صار خلال العملية. ومن ناحية ثانية تعتبر ديس آه من ناحية أنه فعلا المريض ما بيكون عارف الأحداث الكبيرة اللي صارت معاه خلال البروسيجر وهو تحت تأثير البيزيديز فمن هاي المرحلة او من هاي النقطه من الضروري جدا ديتو ميديكو ليجل كونسيرنز انه يكون في تسجيل للبروسيجر او اللي صار خلال البروسيجر لانه البيشنت غالبا ما راح يتذكر شو صار معه ومن النصائح كمان انه يكون في من يعني مع الطبيب يكون المساعد من الجنس الاخر يعني لو كان الطبيب ميل تكون الاسيستنت فيميل لو كان الديستنت فيميل يكون الاسيستنت ميل من ناحيه ميديكو ليجل كونسيرنز benzylase beans but and كمان تستخدم uh, as pre anesthetic medications these drugs are used as pre anesthetics because of their sedative and amnestic and anxiolytic effects بالتالي ممكن المرضى ما يتذكروا البري البري اوبريتيف ايفنتس اللي صارت مباشره قبل ما يفوتوا بالعمليه والستريسفول تايم اللي كانوا موجودين فيه. البيز ديز دو نوت كوز ترو جنرال انستيزيا هي بتنعطى كادجفن تريتمنت مع الانستيزيا عشان السابق هدول اللي حكيناهم تعمل سيديشن وامنيزيا ومس ريلاكسيشن وتخفف الانكزايتي. عادة كومبايند وذ اذر سنترال نيرفس سيستم عشان نعمل الجنرال انستيزيا ولكن مش هي اللي بتعمل جنرال انستيزيا. البنزوديازيبينز او من الاستخدامات الثانيه للبنزوديازيبينز هي الانتي أنزايتي تعتبر انزولايتك ايجنتس بتخفف التوتر بتحسن القلق عند المريض بتخليه اقل قلقا واقل توترا كمصر ريلاكسنس تحديدا سنسرالي اكتنج ذي ريديوس سكيلتال ماسل تون واكثر واحد مربوط بالمسر ريلاكسيشن هو دايزي بام وممكن رح نيجي هلا ونشوف كيف ممكن يستخدم ك ادجوفنت تريتمنت مع الاذر ماسل ريلاكسنس في علاج البروكسيزم كمان تو تريت الكوهول وذرول سيمتومز وكونشس سيديشن من التاثيرات للبيز دي على الكارديو فاسكولار سيستم هي ما لها تاثير كبير ولكن في النورمال ادلس وعلى النورمال ثيرابيوتيك دوزز ممكن تعمل شوي شويه التريشن في الكارديك اوتبوت والبلد بريشر تحسن الكارديك اوتبوت تعمل شويه vasodilation وتقلل البلد بريشر بشكل بسيط ولكنها هاي الـ الـ الاعراض او هاي الايفيكتس اللي بتعملها ليست سيجنيفيكانت يعني ما بينفع مريض ضغط اعطيه بينزوديزيبينز از اتريتمنت هي بتخفف الكارديك اوتبوت وبتنزل البلاد بريشر بس بشكل انسيجنفيكانت كيف ممكن نستفيد منها مع المرضى اللي صار عندهم كارديو فاسكولار ديزيزز او كارديو فاسكولار ايشوز مثلا خلينا نحكي انجينا ممكن آه خلينا نحكي مايكارت الانفاركشن واحنا عارفين من الهيستوري تبع البيشنت انها مربوطه هاي الاحداث بأنجزيتي البيشنت هذا عصبي صار مع بتوتر بسرعه محيط حياته بياثر كثير على صحته ممكن يسبب له حدوث انجين او ام اي فتنعطى البنزوديزابينز آه, آه, آه انها تخفف من الأنجزيتي في, في حياه هدول البيشنتس لانها بشكل مباشر مربوطه في الكاردياك ايفنتس هاي تلخيص للإفكس أو الفارماكولوجيكال يوزز تبعات البيز دي بشكل إنكم تتذكروها حسب كلمة دايزي بام الفارماكوكايناتيكس البيز دي كلهم given orally او اي في وممكن مرات نلاقي منهم ريكتال تحديدا دايزيبام للاطفال البي دي ار لايبوفيليك دراجز اند ار رابيدلي اند كومبليتلي ابزوربت فروم اورال ادمنستريشن الاورال باي بتختلف من واحد للتاني لانه اللايبوفيليسيتي بتختلف من دواء للثاني كلهم لايبوفيليك ولكن في دواء لايبوفيليك اكثر وفي اقل uh, فهذا بالتالي ممكن يخلي ادويه هايلي uh, لايبوفيليك uh, مثل الدايزيبام Uh, إذا انعطت في إندجيشن uh, إم مثلاً تسبب ألم على عكس أدوية تانية مثلاً مور ووتر سوليل like ميدازولام ما بتسبب إم إيرريتاشن خلال الادمنستريشن و they have large volume of distribution بوصول معظم مراحل معظم أماكن أو معظم ال body compartments uh, the duration of action ممكن يكون يصنف إلى long intermediate أو short benzodiazepines are metabolized في the liver some of them produce active metabolites وهذا السبب انه راح نشوف انه في long acting diazepines يعني هدول ال long acting جايين من انهم كانوا اصلا active بعد الميتابوليزم تحولوا لايفن even more active drugs او لكمان فورم هو active فبالتالي اعطاهم duration او half life طويله نسبيا مقارنه بباقي البي زد ديز البي ديز كان cross the placental barrier ممكن تعمل depression في النيو بورن عشان هيك ما بتنعطى في مراحل الولاده وممكن تسبب كمان ديبريشن للاطفال النيرسينج انفانتس اللي بياخذوا بريست ميلك عن طريق البريست ميلك ممكن تنتقل لهم البيز ديز الادفيرس إفكت اول شيء البنزوديزيبينز هاف ا وايد رينج اوف سيفتي المارجن تبع السيفتي تبعتهم عاليه وايد ثيرابيوتيك اندكس ويل تو ريليتد فما بنخاف منهم كثير the common side effects عادة drowsiness, confusion, blurred vision, amnesia disorientation, delusions tolerance with drug dependence الفرق بين التوليرانس والdrug uh, dependence التوليرانس هو يعني أنه people who use the drug need more of it to achieve the same effect يعني زمان كانت حبة تعطيه مفعول هلأ بطل خلص جسمه تعود عليه صار عنده توليرنس صار بده حبتين عشان ياخد المفعول اللي كان زمان كانت تعمله حبة واحدة مثلا أما dependence فهي the body feels the need for the medicine and stopping it, stopping it leads to withdrawal symptoms the dependence may lead to addiction هي المرحلة اللي تيجي قبل الادكشن اللي بصير فيها احتياج الدواء يتعارض مع الحياة اليومية لهذا المريض الهانج اوفر افكتس اللي هي ممكن يصير في عند البيشنت دي تايم اه اه سمبتومز وسايز للسيديشن افتر نايت تايم دوز اللي هي بيضل عنده مثلا وجع راس دروزنس اه خلال النهار المفروض هاي ما يحس فيها ولكن تعتبر من السايد افكتس للبيز دي withdrawal افكتس او withdrawal افتر كرونيك يوز ممكن يعطي اه اعراض مثل التريمر الانزومنيا الرسليسنس يعني ممكن الانزومنيا اللي كان هو يعالجها ترجع اصلا مع الباربيتيورات بترجع بشكل اه اجريسيف اكثر مع البيز ديز لا بترجع انزومنيا ولكن مش بشكل اجريسيف النيرفسنس ممكن يصير عند الوذدرول آه، لوس اوف ابيتايت فعشان هيك ينصح آه، او الاطباء شو بيعملوا عشان يخففوا من, من الوذدرول آه، افكتس آه، بخففوا الدوزج جراديولي كمان ممكن تعمل نوزيا وفوميتينج ممكن تسبب دراي ماوث وبيتر تيست كمان اليوز اوف بيز ديز خلال الليبر ذكرنا ممكن يعمل ريسبيرتوري ديبريشن بتونيا في النيو بورنز كمان في بعض المرضى اللي ديرلي والفري الديرلي بتكون نتائج البيز دي عكسيه بتكون هي بتعمل كونفولجنز وهي بتسبب انكزايتي رح تلاحظوا في الدوزز كمان شوي مع الاطفال والإلديرلي الدوز كثير بتقل عن الادلتس ادفيرس effects of benzodiazepines مثلا عدا عن السنترال نيرف سيستم افكتس اللي ذكرناها مثلا من قبل هي بشكل عام ايريتانت سايد uh, افكتس وليس life threatening side effects. irritating يعني بتضايق بتعمل discomfort بس مش انها life threatening مثلا مثل المورفين او بقيه الابيويدس اللي ممكن يعملوا respiratory depression ويكون very serious ويكون سبب للوفاه في حاله الاوفر دوز. Uh, من ال other uh, side effects uh, بس مش central nervous system depression allergic reaction آه ممكن يكون في ماينر سكن راشز الانجكتابل فورميليشنز حكينا دايزي بام عند الاي ام يوز ممكن يعمل لي او حتى على الاي في بس اكثر عند الاي ام ممكن يعمل آه لوكال بين ممكن يعمل فليب بايتس ثرمبوسز اما المور ووتر سوليبل فورمز مثل الميدازولام فبتخفف هاي الاعراض آه كل البنزوليز بينز الكلاسيفيكيشن تبعهم آه كاتيجوري دي از pregnancy drugs الا التريزولام يعتبر اكس البي دي انتاجونيست الفلومازينيل uh, هو يعتبر اهم أنتاجونست والوحيد اللي ابروفد باي الاف بيستخدم اورالي والافضل يستخدم اي uh, في بدوز 0.3 ل 1 ملي جرام في حالات فعلا صار في تسمم او اوفر دوز من البي دي uh, the clinical application يستخدم في مانجنج uh, managing إما دوز أو يحف يحسن ويسرع الريكفري من البنزوديزبين سيديشن بعد العمليات مثلا لو في دايجنوستيك بروسيجر حكينا او اندوسكوبيز ممكن بيكون هي ماخذين البي ديز فبنعطوا الفلومازينيل عشان يخفف الريكفري تايم فبالتالي بخفف المونيتورنج بيريد وبالتالي بسرع الدسشارج للبيشنت من المستشفى. الفلومازينيل أثبت كفاءته بأنه ممكن فعلا يحسن حالة المرضى اللي بيكون عندهم كوما نتيجة تناول بنزوديزيبينز بشكل كبير أو بجرعة عالية ولكن لم يثبت فعاليته في عكس أو في مجابهة الكوما اللي سببها غير معروف أو سببها أدوية أخرى التصنيف حكينا ممكن نلقى منهم شورت الهاف لايف بتكون 1 تو 12 اورز أمثل عليهم الميدازولام وتريزولام، انترميديت Uh, 12 to 14 hours بتضل الهاف لايف امثله عليها لورازيبام ولونج uh, اكتنج اكثر من 40 hours بعض المراجع بتذكر انها لحد 250 ولكن امثله عليها دايزيبام هدول اللي انا معلمتهم هم راح نعرف عنهم uh, كل شيء لانه هم هدول اللي معلمتهم راح نستخدمهم كاطباء اسنان او ممكن نستخدمهم الميدازولام 1.5 to 2 times potent as diazepam and has greater hypnotic effect than diazepam because it interferes with gabari uptake. Has rapid onset of action and short action. Uh, midazolam is primarily metabolized by cytochrome B450, yani phase one uh, metabolism. You will notice metabolism by phase one and by phase two. The amnestic effects of midazolam are more intense than daisy BAMS, but shorter than daisybam's. Uh, يعني كامنيزيا بي, بيعطيني امنيزيا بشكل متوسط الميدازولام لايك like اذر بيز ديز بتعمل بريف ريال فازو دايليتيشن اند سبسيكوان في بريشر ولكن زي ما ذكرنا هو insignificant ذا بيرنتال بريبريشن حكينا هي النقطه uh, اللي بيستخدم uh, في اي في او اي ام او اي ام هو مور ووتر سوليبل ذان other بيز ديز تحديدا دايزيبام فبالتالي ما في داعي نضيف البربلين جليكول اللي بتسهل شوي عمليه الانجكشن على عكس الدايزي بام اللي محتاج هاي المواد لانه هاي فمحتاجها عشان تخفف من الالم في مرحله الانجكشن lorazepam بربط على GABA-A receptor with moderate affinity مقارنه مع بقيه البنزديز uh, has proven effective as an anticonvulsant وممكن يشتغل كمان كadjunct treatment للantipsychotic statuses like acute agitation او mania following intramuscular injection lorazepam absorbed rapidly and completely وكمان بعد administration uh, it reaches the peak plasma levels خلال 60 minutes طبعاً السب لينجوال هون دوزج فورم بيجنبني الفيرس باس ميتابوليزم اللي ممكن تصير في الليفر والانتستنس. لورازيبام is unique in that it undergoes direct glucuronidation without a prior cytochrome ب450 ميتابوليزم because of this characteristics لورا can be used in patients with hepatic or renal dysfunction آخر نوع ديزيبام اللي هو أو قبل الأخير هو حكينا هو لونج acting uh, هو البروتوتايب available as oral IV IM وركتل حكينا للأطفال oral dose 10 to 15 milligram rapidly absorbed من الجي اي تراكت الديزيبام accumulates في البادي فات في الأديبوز تيشو because of it it is lipophilic uh, عنده lipophilic بروبرتيز بتخليه يروح يتراكم في هاي الأماكن and it is slowly eliminated from these storage هاي الخاصية كمان بالإضافة لأنه بعد الميتابوليزم بيعطيني كمان active Uh, هدول الخاصيتين سوا بيساهموا بإنه دايزيبام هو uh, يعتبر uh, very long acting أكثر من 40 ساعة. Produces active metabolites حكيناها. Uh, later the metabolites are conjugated with the glucuronic acid or secreted for urine or feces. It is used to control convulsions but not for long-term treatment of epilepsy because of its sedative effects and rapid development of tolerance and anticonvulsant effects. No residual effects and occasional use due, due to redistribution. هلا هو بصير على الاستخدام السريع, السريع او الاستخدام اللي شورت ديوريشن مش لونج ديوريشن ما بيعمل اعراض متبقيه او اعراض ممكن تضل موجوده مثلا الهانج اوفر دروزنس وهي الشغلات لانه بصير له redistribution في الاديبوز تيشو دايزيبامي بي مور سيلكتيف از اسكيليت المصري لاكسنت ان اذر benzodiazepines مقارنه بباقي البيز ديز دايزيبام اكثرهم له خاصيه از ا ريلاكسنت فممكن نعطيك علاج مع المصر ريلاكسنت اللي رح نجيها هلا تريزولام ذا بور اورال bioavailability of اوف تريزولام آه والميدازولام تقريبا بس 50% منه بيمتص بسبب انه بصير له ميتابوليزم في الجت uh, والليفر من خلال السي واي بي 3 a 4 اللي هو حكينا هذا سيتوكروم بي 450 احد انواع الانزيمز التابعه لهذا السيستم فبمر بالفيرست باس ميتابوليزم فعشان هيك الاورال بايو افيلابيلتي له كثير بور التريزولامز افيلابيلتي از امبروفد لما نعطيه سبلينجوال بتعرفوا حكينا سابلينجوال دوزج فورم نتجنب الفيرست باس ميتابوليزم الانهبيشن للسايتوكروم بي 3 اي 4 باي كو ادمنستريشن اوف اتريكونازول اريثروميسين او حتى في اشياء طبيعيه مثلا مثل الجريب فروت جوس هاي الشغلات ممكن تكون انهبيترز للسايتوكروم او انزيم انهبيترز مثل ما تعلمنا فبالتالي ممكن تزيد الماكسيمم بلاد كونسنتريشنز من الشورت اكتنج بنسودايزابينز الاورال دوز من تريزولام عاده 7.5 ل 30 ملغ ات از مينلي used فور انزوميا في اذر بيز ديزل البرازولام مثلا ممكن تلقوا منه فورم اورال نص ل 2 ملغ بينعطى هاز انتي انزايتي اند انتي ديبريسنت effects. هذا ممكن نستخدمه كمان في الاسنان الاوكسازيبام اورال ممكن ينعطى 15 ملغ المرضى اللي عندهم ليفر ديزيزز وعاده كانتي انزايتي ايجنت الدوزج لاكثر شغلات ممكن نستخدمها انا ذكرت من قبل الاوكسازيبام هون اذا هو والابرازولام آه في كمان شغلات الميدازولام 1 تو 5 ملغرام للادلتس از اي ام او اي في سنجل ادمنستريشن لعلاج او كنترول الانزايتي او للاطفال ربع لواحد ملغرام بير كيلوغرام ولكن الماكسيمم دوز هي 20 ملغرام يعني لو كان وزنه 30 ملغرام سوري 30 كيلو طلع بدي اعطيه 1 ملي يعني 30 ملي جرام ما بعطي 30 بعطي الماكسيمم دوز اللي هي 20 ملي جرام والسيفتي والافكاسي للاورا للاورا الميدازولام سيرب هاز نوت بين ابروفد للاطفال اللي تحت 6 مانس فما بنستخدم لهم اياه لوريزيبام نص ل 2 ملي جرام اورالي لو بدنا نعطيه قبل البروسيجر بفترة بسيطة كتريتمنت ممكن تاخد 1.5 ل 10 ميلي جرام للأدلتس أو للديرلي 1 ل 2 ميلي جرام في اليوم هاي الجرعة عم نحكي و it will be divided either every 12 hours أو every 6 hours يعني هاي العشرة بتقسموها على او الجرعه اللي ما بين واحد ونص العشرة يوميا بتقسموها على مرتين او اربع مرات. الدايزيبام 10 ل 15 ملغ اورالي نفس الشيء كل ست ساعات او كل 12 ساعه يعني كل او يعني كل مرتين في اليوم او اربع مرات لعلاج الانزايتي. وكمان لعلاج المصر لعلاج البروكسيزم مثلا في حالات اطباء الاسنان نستخدم كادجيفنت تريتمنت مع المصل ريلاكسانت ثيرابي ممكن اذا صار عندنا لازم في حالات بتصير امرجنسي في العياده رح نيجي لهي المواضيع بعدين المرضى اللي بيكون عندهم إبليبسي ممكن يصير معهم ابيلبتك سيجرز في علاج الاسنان طبعا في طريقه للتعامل معهم رح نيجي لها بعدين ورح تاخدوها بعدين في المانجمنت والميديسن والسيرجري كيف تتعاملوا معهم بس تخلص السيجر فإحنا لازم يكون عندنا في الكت تبعت الامرجنسي كت في العيادة لازم يكون في عندنا دايزي بام اي اي في او اي ام وميدازولام اي ام مثلا من عطى بعد ما تخلص السيجر لهدول المرضى ممكن نعطيهم 5 ل 10 جرام اي ام او اي في آه إذا بدنا إياه كعلاج للأنزيتي على فترة أيام نعطي ما بين 4 إلى 40 ملي جرام آه للأدلتس آه طبعا أورالي وزي ما حكينا آه كل آه 12 ساعة أو كل أربع آه ست ساعات للديرلي 2 إلى 5 ملي جرام الأطفال نحسب لهم الدوز حسب الوزن 0.3-0.6 ملي جرام بير كيلو جرام وتنعطى سنجل شوت انتبهوا النو الديرلي دوزج وال children كتير أقل من ال adults. The drug interactions مع البيزيديل كاربامازيبين والريفامبين يعتبروا انزيم انديوسرز اكيد شو رح يعملوا؟ رح يزيدوا الميتابوليزم فبالتالي بخففوا من الاكشن تبع البنزودايزيبينز الاريثرومايسين الاريثرومايسين بروتيز انهبيترز ازولز كل هالشغلات اخذتوها هاي تعتبر انزيم انهبيترز بتقلل الريت اوف ميتابوليزم وبتؤدي للاكيوميليشن للبي سي تيز الالكوهول كمان والتراك انتي ديبريسنتس يعتبروا انزيم انهيبيتورز لو اجانا مرضى على العياده بياخذوا هاي المواد لازم ننتبه انه لو بدنا نعطي بي زد دي دراجز فهم ذا بوتنشيت ذا سنترال نيرف سيستم ديبريشن تبع البي زد دي هيك خلصنا البيزا دي بدنا نحكي عن الباربيتيوريتس آه، ذكرت لكم من قبل انه احنا ما رح نحكي عنها كثير بس لازم نعرفها هي كانت تستخدم زمان ولكن البيزا دي هلا آه، نتيجه انه بجميع الأف... الاحوال افضل آه، يعني استبدلناها بالبيزا دي صرنا نستخدم البيزا دي بشكل كومن اكثر الباربيتيوريتس عاده كلهم من الباربيتيوريك اسيد ميكانيزم اوف اكشن آه، بتشتغل نفس الشيء جابا فاسيلتاتوري اكشن يعني بوتنشيت the inhibitory effects of جابا مثل البي زد تي بايند على الجابا اي receptor على اه اللي بتفتح الكالسيوم شانل حكينا الاي receptor هي مسؤوله عن فتح سوري مسؤوله عن فتح الكلورايد شانل اه بتفرق عن البي زد دي بايندينج يعني على نفس الريسبتر اللي هو جابا اي receptor اه حكينا في اكثر من مكان للجابا موديليتر صح مكان منهم للبي دي مكان ثاني بتربط عليه الباربيتوريتس فبالتالي بتفتح الكالسيوم شانل لف... ال... سوري الكلورايد شانل لفتره اطول بتزيد ال... الكلورايد اللي بيدخل جوا الممبرين فبتؤدي لممبرين هايبر بولاريزيشن وسنترال نيرف سيستم ديبريشن ات هاي كونسنتريشنز الباربيتوريتس هاف جابا ميميتيك افكتس الفارماكولوجيكال اكشنز تستخدم للسيديشن الهبنوسس زمان كانت تستخدم للتريتمنت للانزومنيا ولكن حاليا آه مش كتير مستخدمه لانها لها لو therapeutic اندكس آه ممكن تسبب توكسيسيتيز ممكن تسبب ديبندنس عالي بعد ما آه يوقفوا الدواء ترجع تعمل انكريز في الرابد اي موفمنت في الانترفال تبعت الرابد اي موفمنت خلال السليب فبتاثر على الكواليتي تبعت النوم آه ممكن تعمل مارد هانج اوفر افكتس حكينا اللي هي الدي تايم symptoms نتيجه النايت تايم دوزج ممكن يصير عنده هيديك دروزنس بشكل واضح الهاي ديجري اوف توليرنس اند درغ ديبندنس بشكل اكبر من البيزت دي بيستخدم لا في الجنرال انيسيزيام الترا شورت اكتنج باربيتورات مثلا الثيوبينتون والميثوكسيتون يوزد فور ذا اندكشن اوف جنرال انيسيزيام كانتي كونفالسنس لها انتي كونفالسنت ايفكت فبتستخدم في علاج ايبلبتكس تحديدا الفينباربيتون او الفينيتوين فينيتوين له بعدين بتعرفوه adverse effects, the common side effects are drowsiness, confusion, headache, ataxia hypotension, respiratory depression marked respiratory depression فعلا واضح بشكل أكبر من الـ 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 ال ال PZDs, hypersensitivity reactions tolerance, uh, development uh, و dependence dependence قد يكون physical أو psychological مثل ما شرحنا من قبل prolonged use of فينو باربيتون may cause megaloblastic anemia by interfering with folic acid absorption من الأمعاء uh, they may precipitate attacks of acute intermittent porphyria الناس اللي عندهم porphyria so contraindicated لهدول المرضى barbiturates are potent inducers of hepatic microsomal enzymes potent inducers and reduce the effectiveness of co-administered drugs like oral contraceptives or oral anticoagulants. ال oral anticoagulants اللي بت... وال oral contraceptives اللي بيصير لها metabolism من خلال بعض انواع الميكروزومال انزيمز لانه الباربيتوريتس barbiturates فبالتالي بتسرع الميتابوليزم اللي لها وبتعمل ال reduce لل effectiveness. من بنزوديز البينز هيبنوتكس الميكانيزم اوف اكشن هم انواع كثير زولبيديم uh, uh, مثلا زوبيكلون زليبلون كثير انواع بس احنا مش رح نفوت فيهم بالتفاصيل احنا ما رح نستخدمهم ولكن لازم نكون عارفينهم uh, هم فلومازينيل كانتي دوت آه, عكس الباربيتوريتس ترى الباربيتوريتس ما, ما ممكن نستخدم لها الفلومازينيل ما لها انتي دوت في حاله الاوفر دوز الزوبيكلون مثلا ممكن يكون اكتف او افكتيف اورالي يستخدم للشورت تيرم تريتمنت اوف انزومنيا نفس البي دي بيعمل نير نورمال سليب ذا سايد افكتس ار هيديك دروزنس ممكن جي اي ديستربنسز وميتاليك تيست الزليبلون ممكن يستخدم في السليب اونست انزومنيا في الحالات هلا الانزومنيا حكينا من المره الماضيه انه يعني في منها انواع كثير الناس اللي بيكون فيها مشكله في السليب اونست هذا ممكن هذا الدواء ممكن يستخدم Uh, وهو أقصرهم uh, من ناحية الـ action أو duration of action. كمان uh, زوبيكلون uh, 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 مثلاً أو ايزوبيكلون e used orally for long-term treatment of انزومنيا مش كتير إحنا راح نستخدم هدول الأدوية ولكن لازم نكون عارفينهم عشان يعني ممكن حدا من مرضانا بياخدهم لما يجي عند المرضى ولما ناخد الهيستوري للمرضى يكونوا بياخذوا هيك أدوية نكون عارفين شو مبدأها وشو بتشتغل طيب هلأ بدنا نيجي على موضوع بهمنا كأطباء أسنان هو موضوع النيتراس أوكسايد النيتراس أوكسايد مستخدمه في عيادة الأسنان بشكل كبير مع الناس اللي عندهم أنزيتي وبشكل كمان كبير مع البيدياتريك بروسيجرز البيدياتريك بروسيجرز كيف يصنف النيتروس اوكسيد؟ يعتبر احدى انواع الجنرال اناستكس هلا تصنف اما انهاليشنال او بارينترال الجنرال اناستكس الانهاليشنال منها نوعين فولاتايل ليكويدز ونن فولاتايل ليكويدز او اللي هم الغازز النوع المهم اللي احنا رح نركز عليه هو النيتروس اوكسيد.